عضو اتحاد الكرة السيد كامل صغير يصرح بشأن توقف الدوري، نتابع. نعم عندنا اجتماع مع مجلس المسابقات مع الأندية، واعتقد الأندية كلهم ناس، كلهم أبنائهم وأخوتهم وعمامهم، كلهم بالمظاهرات، كلهم ناس زي نسفون دم، كل الأندية اللي موجودين رؤساء الأندية والهيئات الإدارية. لهذا السبب مو الاتحاد احنا اليوم، يعني انا اليوم اذا مشي الدوري شدوا الحكومه، واليوم انا ابناء شعبي لينس فندم وجرحى عندنا شفاء العاجل للجرحى، والف رحمه على الشهداء اللي موجودين. هذه الاسباب اللي هي تخليك ما تقيم دوري. انا اقيم دوري يعني اشيل الضغط عن الحكومه، لان كل الرياضه انت شفت بالاردن وقطر جمهور تعنى منها رغم صعوبتهم، لكن قطرين فتحوا، جمهور عاشق كره القدم، جمهور يحب كره القدم، واحنا محظوظين. كلامك بمعنى الاتحاد ضد؟ اخي احنا مو ضد، احنا مو ضد ولا ضد ولا هذا، بس اكو امور يعني بالمنطق، شعب مالنا اليوم ينزف دم، احنا مع الشعب. على عبد الزهرة، توقف الدوري اثر كثيرا على مستويات اللاعبين خاصه في الاستحقاقات الخارجيه، نتابع. اكيد يعني تاثير سلبي، لان يعني تعرف انه اللاعب لازم دائما يعني متواصل في المباريات، التمرين يعني ما يجيب لياقة المباريات، فأكيد عندنا استحقاقات مهمة، سواء احنا نادي الشرطة مباريات أبطال العرب إضافة إلى أبطال آسيا، فأكيد هذه استحقاقات مهمة تحتاج مباريات دوري، استمرارية في المباريات حتى نكون نظهر في صورة مميزة في البطولات. يعني تعرف انه هو سلان نادي الشرطة هو اللي يمثل البلد في الاستحقاقات الخارجية اضافة الى القوة الجوية والزوراء، فنكن نياتنا انه يستمر الدوري، لكن الظروف اللي موجودة في البلد اثرت على هذا الشيء، لكن شنو اللي بدنا نسوي؟ راح نبقى نتمرن اضافة الى مباريات الودية وبعدها نروح لابطال العرب.